أكد مدير عام أبراج الكويت مبارك العنيزي على هامش حفل الافتتاح الذي أقيم للإعلاميين والصحفيين اليوم. حرص شركة المشروعات السياحية على تنمية وتطوير القطاع السياحي بالبلاد في إطار سعي الشركة لتنفيذ رغبة سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي. بالنسبة للافتتاح اليوم احنا يعني حاولنا قدر المستطاع ان نوجه رسالة للإعلام، من ثم دعم الإعلام اللي ما نستغني عنه في توجيه رسالة الى كل المواطنين وكل من يزور هذه الأرض الطيبة. اليوم أبراج الكويت احنا نقول جاهزة، نعلن عنها جاهزة 100%. طبعا عشان نوضح اكثر، عمل الصيانة او عمل التطوير هذا حصل في خلال شهرين. هذا الإنجاز، هذا العمل، هذا التجديد، التطوير، التغيير، تشوف في المطعم، في الكرة الكاشفة، في الكافيه اللي تحت، في قاعة الدسمان، في الباركينج، في الصيانة، في كل شيء يتعلق في أبراج الكويت تم خلال شهرين.